هنا اليوم على أطلال عاصمة من عواصم الشرق التي صارت نسيا منسيا. أهلا بكم في المنقب. بعد وفاة الإسكندر وتمزق مملكته بين قواده، قام سلوقس الأول نيكاتور، وهو من أبرزهم بالاستيلاء على إيران وسوريا والعراق سنة 312 قبل الميلاد، واتخذ من مدينة عرفت باسمه شيدها على ضفة نهر دجلة اليمنى على بعد 48 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد عاصمة له. يذكر المؤرخ الروماني بيانوس إن سلوقس توج ملكا على بلاد ما بين النهرين وبلاد الأرمن والفرس والعرب وبلاد أخرى. كان سلوقس يود تأسيس مستعمرات يونانية في آسيا على أسلوب المدن اليونانية. فأنشأ مدنا عدة حملت نفس الاسم، لكن مدينتنا هذه كانت نموذجا لحلمه وميزت عن غيرها بتسمية سلوقية دجلة، وحفلت النصوص الكنسية القديمة بإطلاق تسمية سالق على المدينة. تعرف بقايا سلوقية أيضا اليوم باسم السور، لأن من أبرز معالمها السور الضخم الذي أحاط بها، وما زالت بعض بقاياه شامخة قائمة، وتعرف أطلاله اليوم أيضا باسم تل عمر. لقد عدت سلوقية عند بعض المؤرخين العرب جزءا من المدائن، باعتبار أن المدائن هي سبع مدن متجاورة، فقالوا إن سلوقية ما هي إلا ما كانت تسمى برومية، إحدى المدن السبع. لقد عظم شأن السلوقية على الرغم من نقل سلوقس عاصمته إلى أنطاكيا شمال سوريا لاحقا، فقد شمخت عند ملتقى نهر دجلة مع قناة رئيسية من نهر الفرات، وتم وضعها لاستقبال حركة المرور من كلا الممرات المائية الكبيرة، فأصبحت سلوقية مركزا مهما للتجارة والثقافة الهنستية والحكومة الإقليمية تحت حكم السلوقيين. كانت المدينة مأهولة باليونانيين والسوريين واليهود. أراد سلوقس أن يبني عاصمة لمملكته، فاتخذ من أبس البابلية أساسا لسلطانه، فصارت سلوقية.
لقد أراد سيلوكس جذب الناس إلى عاصمته طوعاً أو كرهاً، فأفرغ بابل من جميع سكانها تقريباً باستثناء كهنة المعابد المحلية والعمال الدائمين، وأعاد توطينهم في سلوكيا. وخلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، غدت السلوقية واحدة من المدن الهنستية العظيمة مقارنة بالإسكندرية في مصر وأعظم من إنطاكيا السورية. تشير التنقيبات إلى أن جدران المدينة كانت تحيط بمساحة لا تقل عن 550 هكتاراً، أي ما يعادل 2600 متر مربع، وقدر عدد السكان بأكثر من 100,000 في البداية وربما أكثر لاحقاً. وربما كانت المنطقة المحيطة بها قد سكنت من قرابة نصف مليون شخص. في عام 141 قبل الميلاد احتل الفرثيون تحت قيادة مثريدس الأول المدينة، وأصبحت سلوقية العاصمة الغربية للإمبراطورية الفرثية. وصف تاسيتوس جدرانها وذكر إنها كانت حتى في ظل حكم الفرثيين مدينة هلنستية بالكامل. وتدعي النصوص القديمة إن المدينة كان بها 600,000 نسمة، وكان يحكمها مجلس الشيوخ المكون من 300 شخص، ومن الواضح إنها كانت واحدة من أكبر المدن في العالم الغربي. كانت روما والإسكندرية وربما أنطاكيا فقط تتفوق عليها بعدد السكان. في عام 55 قبل الميلاد كانت هناك معركة بالقرب من سلوقيا حاسمة في تأسيس الخلافة الأسرية لملوك الإرسايد. في هذه المعركة بين الحاكم مرثديس الثالث بدعم من الجيش الروماني من أولوس جابينوس حاكم سوريا، وبين أوردوس الثاني المخلوع سابقا، هزم الملك الحاكم، مما سمح لأوردوس بإعادة تأسيس نفسه كملك. في عام 41 قبل الميلاد كانت سلوقيا مسرحا لمذبحة لحوالي 5,000 لاجئ يهودي بابل. في عام 117 بعد الميلاد تم حرق سلوقيا من قبل الإمبراطور الروماني تراجان أثناء غزو بلاد ما بين النهرين، ولكن في العام التالي تم التنازل عنها مرة أخرى للفرثيين من قبل خلف تراجان هارديان، ثم أعيد بناؤها على الطراز الفرثي، ثم دمرت تماما على يد الجنرال الروماني أفيديوس كاسيوس بالكامل عام 165 للميلاد. بعد أكثر من 60 عاما بنيت مدينة وه أردشير من قبل الإمبراطور الفارسي أردشير الأول بالقرب من أطلال سلوقيا، وعانى المسيحيون فيها تحت حكم الساسانيين الاضطهاد وفترات صغيرة من التسامح. تلاشت المدينة في النهاية وابتلعتها الرمال، وربما تم التخلي عنها بعد أن غير نهر دجلة مساره. أما المراجع العربية فلا تذكر سلوقية إلا لماما، ما يدل على إنها كانت خريبة في العصور الإسلامية. لقد أعيد اكتشاف موقع سلوقيا في عشرينيات القرن الماضي من قبل علماء الآثار الذين يبحثون عن المدينة البابلية المفقودة أوبس. فابتداء من عام 1927 أشرف أساتذة جامعة ميشيغان ليروي ووترمان وكلارك هوبكنز على أعمال التنقيب في متحف كيلسي للآثار، نيابة عن المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية في بغداد بتمويل من متحف توليدو في الفن ومتحف كليفلاند. ولقد سمحت التنقيبات بتسليط الضوء على مخطط المدينة وإنشاء التسلسل الزمني للخزف المحلي من قبل نيلسون سي ديفواز، وسلط الضوء على التأثيرات الثقافية المتعددة التي اجتمعت في سلوقيا. من عام 1946 إلى عام 1968 ثم بين عامي 1985 و 1989 قامت بعثة إيطالية من جامعة تورين بقيادة أنطونيو إنفرنيزي وجورجيو غوليني بالتنقيب في الموقع،
ووجدوا مبنى أرشيفي سلوقي به حوالي 25 ألف ختم كلها على الطراز اليوناني بالكامل، وغطت الترتيبات المنطقة الحضرية في سلوقيا بما يقرب من 550 هكتاراً، والهكتار الواحد يعادل 10,000 متر مربع التي لم تتضرر كثيراً. بالنسبة لأهميتها فما تزال سلوقية غير مفهومة جيدا، فقد بنيت بشكل أساسي من اللبن وهي مادة قابلة للتآكل بشدة، ولم تترك المدينة أي آثار تتناسب مع قيل عن روعة ماضيها. مع ذلك فإن عديدا من النصوص لمؤرخين قدماء تشهد على ذلك وتصف لنا المدينة أو بعض مبانيها. كان للمدينة شكل رباعي الزوايا نسبيا، وقد شبه المؤرخ بلينيوس الأكبر الذي عاش من سنة 23 إلى سنة 97 بعد الميلاد مخطط المدينة بنسر نشر جناحيه على سعتيهما. أكدت الحفريات إن المدينة تم تنظيمها وفق مخطط متعامد ينظم كتلا مستطيلة ذات حجم موحد يبلغ قياسها حوالي 144 مترا في 72 مترا، وهي من بين الأكبر في العالم الهنستي. ويخترق المدينة محورين عريضين، قناة في الوسط وشارع رواق كبير في الجنوب. في هذه البلدة التي عرفت برومية كما أسماها العرب وعدوها جزءا من المدائن، هنا وجدت أول وصفة لصنع الزجاج في العالم منذ 3700 سنة من الآن. من أبرز معالم سلوقيا اليوم هو تل عمر الذي تسمى المنطقة باسمه، ويبلغ ارتفاعه 13 مترا وقياس قاعدته 94 مترا في 79 مترا، ويتميز بتراكم معقد. كانت الحفريات التي بدأت في عام 1964 وتوقفت في عام 1970 تتعلق بالجزء الشمالي الغربي من التل، وسلطت الضوء على ثلاث مراحل معمارية رئيسة، وامتد التنقيب أيضا إلى المنطقة الواقعة مباشرة عند سفح التل، حيث تم التعرف على الهياكل الفرثية والسلوقية. في نهاية القرن الحادي عشر وصف تاسيتوس المدينة مشيرا إلى أنها مدينة قوية محمية بشكل جيد من قبل الدفاعات التي تشكل عقبة من النهر والأسوار ومخزنة بشكل جيد. في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي وصف تاسيتوس المدينة مشيرا إلى أنها مدينة قوية محمية بشكل جيد من قبل الدفاعات التي تتشكل عقبة من النهر والأسوار ومخزنة بشكل جيد. وكان للمدينة بلا شك عديد من المعابد الدينية بما في ذلك المعبد الهام لأبولو كومايوس الذي ورد ذكره في المصادر القديمة، خاصة بمناسبة استيلاء أبيدوس كاسيوس على المدينة عند نهبها ونقل تمثال العبادة الخاص به إلى روما. ويبدو أن أبولو كان في الأصل شكلا من أشكال الإله الذي تم تكريمه في مقدونيا.
وجد المنقبون في أحد معابده نصاً باللغة الإغريقية يذكر أسماء كهنة الملوك، ويحتمل أن يكون المعبد مكرساً لملوك السلوقيين الذين فرضوا ألوهيتهم في حياتهم أو بعد موتهم ودخلوا في صفوف الآلهة كما فعله قبلهم بعض الملوك الشرقيين. وكشفت الأختام التي عثر عليها في سلوقيا عن وجود الآلهة الرئيسية للآلهة اليونانية أبولو وأثينو وأيروس والتيكي وأرتميس وأفروديت وهرقل ودونيسوس. لقد كشفت التنقيبات عن عديد من المباني العامة، بما في ذلك مسرح كبير جدا من الطوب تم افتتاحه في الجنوب في ساعة كبيرة، ومبنى طويل به صفان من الغرف يحد الميدان توجد به أرشيفات المدينة التي لا شك إنها دمرت أو نهبت في الحريق الفرثي، إلا إن الأختام الصغيرة الكثيرة قد نجت، وعثر أيضا على أكثر من 9000 تمثال من الطين. كان فن المدينة ونقوشها مزيجا من الفن الهلنستي مع تأثيرات بابلية أو فرثية واضحة. وسمحت التنقيبات التي قامت بها البعثة الإيطالية لسلوقيا طيسفون بالعثور على تمثال برونزي صغير جميل للغاية مثل هرقل، تم العثور عليه بالصدفة في سلوقيا وتم شراءه في عام 1984 من قبل المتحف العراقي. نقش عليه نص ثنائي اللغة من اللغتين اليونانية والفرثية، ما يعني استمرار التأثير اليوناني لمدة طويلة في المدينة. لقد احتضنت سلوقيا فلاسفة وعلماء يونانيين مشاهير، منهم وقد علم الفيلسوف الرواقي ديوجين السلوقي المعروف أيضا بديوجين البابلي، وولد فيها أيضا تلميذه وخليفته في تعليم الفلسفة أبولودور الأثيني، وكان هناك فيلسوفا آخر يحمل اسم ذاته هو ديوجين الأبيقوري، علم في حلقة دراسية له الفلسفة الأبيقورية، وكان فيها حلقة تدريس لفيلسوف آخر ينتمي إلى المدرسة الشكوكية هو إفرانور الشكاك السلوقي. وفي سلوقيا ولد عالم الفلك سلوقس السلوقي حوالي عام 170 ميلادي، وكان سلوقس هذا واحدا من اثنين من كل علماء الفلك في ذلك الزمان يؤمنان بأن الأرض تدور حول الشمس وليست الشمس هي التي تدور حول الأرض. صمدت سلوقيا حينا من الدهر حتى أخنت عليها آلة الزمن فانطفأ نورها وذهب ضيائها واندثر مجدها. تقع كنيسة كوخي بالقرب من سلوقيا، ويقول المنقبون إن الكنيسة تعود إلى القرن الأول للميلاد، وهي مكونة من كنيستين السفلى وكانت مشيدة من اللبن، أما العليا فكانت مبنية من اللبن المفخور شيدها مار آبا الكبير. ويذكر المؤرخون إن هذا القديس هو أحد تلامذة القديس توما الرسول الذي كان من تلامذة المسيح، وقد كان من أبرز الذين قاموا بنشر المسيحية في بلاد الرافدين خصوصا حيث أقام في المنطقة في القرن الأول للميلاد.
ويزعم بعضهم أن بناء الكنيسة كان سببه شفاء أخت الملك أرطبان الثالث واسمها قني على يد مار الرسول، والتي كانت مصابة بمرض عضال، فمنحه الملك أرضا اسمها كوخي وتعني الأكواخ ليقيم فيها مار الكنيسة، لتصبح لاحقا مقرا لكرسي رئيس كنيسة المشرق الذي كان يحمل لقب الجاثليقة أو كاثوليكس، قبل أن يصبح البطريرك في القرن الخامس، وعرفت حينها باسم كرسي كوخي. تعرضت الكنيسة للتدمير إبان الاضطهاد الأربعيني على يد شابور الثاني عام 431، وهي السنة التي قتل بها مار شمعون برسباعي، ثم أعيد بناؤها لاحقا لتصبح مقرا للكرسي البطريركي حتى عام 799، حيث قام البطريرك مارتي ماثاوس الأول بنقل مقر البطريركية إلى بغداد عاصمة الدولة العباسية في عهد المهدي العباسي. وبسبب عدم استخدامها تعرضت كنيسة كوخي للدمار، وبقيت مندثرة لعدة قرون قبل إعادة اكتشافها من قبل بعثات أجنبية في القرن الماضي. تقع آثار الكنيسة على سفح تل يبلغ ارتفاعه حوالي 12 مترا، ويمكن أن تشاهد من قمته أنقاضها دون أن تبدو أي من تقسيماتها واضحة. وقد أكد علماء الآثار الذين عملوا في التنقيب عن الكنيسة إن الكنيستين الأولى والثانية شيدتا بنوعين مختلفين من اللبن. لقد كانت الكنيسة تقع إلى الجانب الآخر من النهر، لكنه ما بين عامي 79 و116 غير نهر دجلة من مجراه وفصل منطقة كوخي عن طيسفون. ظلت سلوقية قبلة الدنيا لبضع قرون حتى طواها النسيان وأردتها يد المنون فأصبحت من الغابرين. كنت معكم في المنقب.